بنرحب فيكم مشاهدينا بالحلقة السادسة من مسابقة المعرفة الوطنية للعام 2020 عام 2021. اليوم معنا مدارس مختلفة من محافظات الوطن. خلينا في البداية نرحب فيهم. أهلا وسهلا فيكم. وأيضا بالضيوف الكرام مثلين من وزارة التربية والتعليم وأيضا متحف ياسر عرفات ومؤسسة ياسر عرفات. أهلا وسهلا فيكم. قبل ما نروح للسؤال الأول نتعرف عليكم جميعا. تمام. بنات فرعون الثانوية من طول كرم، أسماءكم؟ سلمى دروبي. سارة حواتي. جيهان خالد. يا أهلا وسهلا فيكم. وبنات أبو بكر الصديقة الثانوية من القدس. ملاك عوني عميرة. ملاك أبو يابس. أفنان نمر. وبنات اليمون الثانوية من جنين. شهد سامر. نجاح خمايسي. مرحبا حوشية. نبلش حلقتنا على السريع، 8 أسئلة زي دايما، 5 علامات في حال الإجابات كانت صحيحة. على كل سؤال بتحصل على 5 علامات. إن كان هناك أي إجابة خاطئة ما بنقص منكم، لا بتضلها زي ما هي العلامة. مستعدين؟ نبلش؟ الأسئلة رح تطلع عندكم على الشاشة. أهم إشي إنه نضغط على الزر الأحمر الموجود قدامنا لحتى نأكد إجابتنا. بنات فرعون الثانوية من طول كرم، جاهزين؟ السؤال صار على الشاشة. سليم الزعنون ولد في غزة العام 1935، هو من أبرز أسامي الكاريكاتير الفلسطينيين، نشر أعمال الفنية في صحف فلسطينية وعربية، أو كاتب وصحفي وزعيم سياسي انتخب أمينا عاما لحزب الشعب الفلسطيني عام 1982، أو ناشط وطني وأحد أهم الشعراء الفلسطينيين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والمقاومة، أو ناشط وطني من مؤسسي حركة فتح ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني منذ العام 1996. معنا 10 ثواني سريعا، بدنا إجابة لحتى نشوف رح تجاوبوا عليها. أربعة وما رح أطول عليكم. فعلا أول إجابة صحيحة وأول 5 علامات صارت معكم. ممتاز. نروح لإلكم بنات أبو بكر الصديق الثانوية من القدس العاصمة الأبدية، جاهزين؟ بدنا نروح كمان لشخصية فلسطينية. عيوننا وين؟ على الشاشة هلا. بدناش توتر، بس بدنا تركيز ودقة في الإجابة. أبو علي شاهين ولد في قرية بشيط بقضاء الرملة عام 1941، وكان ناشط وطني من الجيل المؤسس لحركة فتح، عمل وزيرا للتموين في حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، أو ناشط وطني ورجل أعمال عضو في المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس دائرة شؤون المغتربين، أحد أهم المفكرين العرب في القرن العشرين ومن أحد أهم مؤلفاته الاستشراق، أو مسؤولا عن ملف القدس بعد انتخابه عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 10 ثواني معنا سريعا، يلا صبايا بلاش يروح السؤال علينا، معنا وقت محدد. سريعا الإجابة رقم 4. الإجابة رقم 4. للأسف الإجابة خاطئة، ولكن الإجابة الصحيحة كانت هي الإجابة رقم 1. كان فعلا هو ناشط وطني من مؤسسي حركة فتح، وكان هو وزير للتموين في حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية. لسه مش مشكلة، في معنا قدامنا كمان 7 أسئلة. تمام؟ بنات اليمون 5 علامات ولا شو؟ إن شاء الله. فيصل الحسيني ولد في بغداد بالعراق في العام 1940، وقد استشهد يوم 29/12 عام 1984 في عمان برصاص عملاء الموساد الإسرائيلي، أو كان مسؤول ملف القدس بعد انتخابه عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو كان مؤسسي الحركة الشيوعية في فلسطين والأردن وأول أمين عام للحزب الشيوعي الأردني، أو كان ناشط وطني وقومي وكاتب أسس جبهة تحرير فلسطين وعمل ممثلا لمنظمة التحرير في بغداد. 10 ثواني، شو الإجابة؟ سريعا بخلص الوقت بروح عليكم السؤال بسرعة صبايا. إجابة رقم 2. إجابة رقم 2 وإجابة صحيحة. ممتاز. أول سؤال أخذتوا عليه 5 علامات. هلأ بدنا نرجع عندكم وبالدور.
بدنا نروح هلا لأسئلة تاريخية وفيها أرقام، لهيك بدنا شوية دقة. تمام؟ السؤال عندكم على الشاشة. خلال العام الأول من انتفاضة الأقصى استشهد نحو 760 فلسطينيا، نحو 970 فلسطينيا، نحو 660 فلسطينيا، نحو 1560 فلسطينيا. معنا تقريبا 25 ثانية، نركز. يلا شو الإجابة برأيكم؟ الإجابة رقم 2. إجابة رقم 2 برأيكم إجابة صحيحة ولا لا؟ خلينا نشوف مع بعض. للأسف الإجابة الصحيحة هي رقم 3، وفعلا للأسف الشديد نحو 660 فلسطيني استشهد في انتفاضة الأقصى. الله يرحم شهدائنا جميعا. بننتقل للسؤال الثاني، وبنروح كمان لأسئلة فيها تواريخ وفيها أيام نوعا ما. استغرقت قمة كامب ديفيد في العام 2000 14 يوم، 21 يوم، 10 أيام أو 17 يوم؟ جواب رقم 1 14 يوم. كان معكم وقت أكثر إنكم تجاوبوا، ولكن على طول اخترتوا إجابة رقم 1 وضغطتوا الزر الأحمر، يعني أنتم متأكدين وما في أي إمكانية أنه إحنا نرجع فيها. الإجابة الأولى إجابة صحيحة، ممتاز. هيك صار معكم كمان، أو هيك صار معكم أول 5 علامات، ممتاز. نروح هلا لبنات اليمون الثانوية من جنين، عيونكم على الشاشة. طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن الفلسطينيين باختيار قادة جدد بتاريخ تموز 2002، 2001، حزيران 2002 أو حزيران 2001. معنا وقت، نركز. فكروا أي إجابة برأيكم هي الصحيحة؟ الأولى، الثانية، الثالثة أو الرابعة؟ يلا الوقت عماله بيمشي، ضروري ناخذ إجابة منكم. إذا راح علينا الثواني خلص بروح علينا السؤال سريعا سريعا. تموز 2002. الإجابة رقم 1. الإجابة رقم 1، وللأسف الإجابة الصحيحة هي إجابة رقم 3. مش مشكلة، إحنا هلأ كلنا صرنا زي بعض صح؟ يعني ما في حدا لسه متفوق على الثاني، لسه قدامنا كمان أسئلة. نروح هلأ للسؤال الثالث من هاي الحلقة. بنات فرعون الثانوية من ذو الكرم، طبع أول جواز سفر فلسطيني لياسر عرفات وكتب بجانب المهنة، الرئيس العام، رئيس السلطة الوطنية، رئيس الدولة أو القائد العام؟ السؤال ما بده تفكير كتير. رقم 4 القائد العام. القائد العام، اخترت الإجابة رقم 4، ولكن الإجابة الصحيحة هي رئيس الدولة طبعا. بنكمل بالسؤال الثالث. وبنات أبو بكر الصديق الثانوية من القدس، كمان عن جواز سفر فلسطيني، أول جواز سفر فلسطيني لياسر عرفات وكان اسمه على الجواز، شو كان اسمه على الجواز؟ ياسر عرفات، أبو عمار، محمد ياسر عبد الرؤوف عرفات، محمد ياسر عبد الرؤوف القدوة. معنا تقريبا 20 ثانية، أعطوني إجابة اللي أنتم بتشوفوها مناسبة. شو الإجابة الصحيحة؟ أي إجابة فيهم هي الصحيحة؟ الخيارات قدامكم على الشاشة سريعاً، إذا راح عليكم الثواني خلص بسرعة صبايا سريعاً. الإجابة رقم 4. مالنا اليوم؟ بدنا نشد حيلنا أكتر. الإجابة الصحيحة هي ياسر عرفات. تمام؟
جاهزين ولا بدكم تضلكم خمسة كمان؟ يلا بدنا شوية حماس، بدنا شوية من الجمهور يحييكم شوي. السؤال بيقول: طبع أول جواز سفر فلسطيني لياسر عرفات، وكان رقم هوية المدخل على الجواز. لم يوضع رقم هوية في الجواز، الرقم 1 أو 9 وحدات أو 1 و8 أصفار. شو صبايا؟ شوفوا الأجوبة قدامكم على الشاشة بالضبط. سريعاً معنا 10 ثواني. بسرعة. إجابة رقم؟ الإجابة رقم 4. وأخيراً إجابة صحيحة. تمام. صار معنا 10 علامات. هلأ السؤال الرابع، بدنا نرجع عند بنات فرعون الثانوية من طول كرم. شوفوا هلأ بدنا ندخل إيش؟ في الصور. الصور بدها تكون دقيقة وبدنا إجابات دقيقة عليها. أول إشي بتطلع الصورة، بعدين بتطلعوا الأجوبة أو الخيارات من الأجوبة على أطرافها. الصورة زي ما أنتوا شايفين هي لشو بالضبط؟ جورج بوش وياسر عرفات يفتتحان مطار غزة الدولي في 14 كانون الأول عام 1998، أو بيل كلينتون وياسر عرفات يفتتحان مطار غزة الدولي 14 كانون 1996، أو بيل كلينتون وياسر عرفات يفتتحان مطار غزة الدولي 14 كانون الأول عام 1998، أو بيل كلينتون وياسر عرفات يفتتحان مطار القدس الدولي 14 من كانون الأول عام 1996. بدي أكبر لكم الصورة شوي ونرجع كمان للخيارات. قدامنا 10 ثواني. سريعا بسرعة. الجواب رقم 2. الإجابة الصحيحة كانت هي إجابة رقم 3. يعني كان في خربشة في السنة. بدنا نركز أكتر بالأسئلة الجاي، يوعدوني إنكم تركزوا أكتر. تمام؟ كمان صورة لإلكم صبايا. هاي الصورة اللي قدامكم شو هي؟ مدرج مطار غزة بعد تدميره من قوات الاحتلال رفح 11 من كانون الثاني 2004، أو مدرج مطار غزة بعد تدميره من قوات الاحتلال في رفح 11 كانون الثاني 2002، أو مدرج مطار خلال مرحلة البناء رفح 11 كانون الثاني 1995، أو مدرج مطار خلال مرحلة البناء رفح 11 كانون الثاني 1998. 20 ثانية معنا. شو الإجابة الصحيحة؟ 10 ثواني معنا. أعطوني إجابة صحيحة بسرعة، بروح علينا السؤال كله، كله بروح علينا. خلص يعني رح يوقف السؤال. الإجابة رقم 3. الإجابة الصحيحة كانت إجابة رقم 2. بنات اليمون الثانوية من جنين، أنتوا اللي متفوقين على الصبايا اللي معنا لليوم. معكم 10 علامات، هم معهم 5 علامات. خلينا نشوف بدنا نكمل نجيب 5 علامات زيادة أو لا. الصورة هلأ رح تطلع عندكم على الشاشة. يظهر في الصورة فلسطينيون يتفقدون الدمار الواسع جراء القصف الإسرائيلي براً وجواً لي مخيم تل الزعتر في آب عام 1976، أو مخيم شاتيلا أيلول عام 1982، أو مخيم جنين في نيسان 2002، أو محيط المقاطعة في أيلول 2003. معنا 20 ثانية تقريباً. شو الإجابة الصحيحة؟ مخيم جنين. إجابة رقم 3. إجابة رقم 3، وما رح أطول عليكم، فعلا هي الإجابة رقم 3. صار معنا 15 علامة. صبايا رح نرجع لإلكم هلأ، بدنا كمان علامات. تمام؟ أكيد إحنا جايين هون مش عشان نتنافس على علامات
ومش همنا مين هلأ رح يفوز بناتكم. إحنا همنا أنه أنتوا تكونوا فعلياً عارفين هاي المعلومات داخلياً، تمام؟ الثقافة الفلسطينية قديش هي مهمة وقديش هي بتعكس هوية جيلنا، جيلنا الجديد. السؤال، بدأت الأعمال الإنشائية لمتحف ياسر عرفات فعلياً في حزيران عام 2010، ووضع حجر الأساس الرئيس ووضع حجر الأساس الرئيس محمود عباس، أو أذار عام 2012 ووضع حجر الأساس الرئيس محمود عباس، أو أذار عام 2012 ووضع حجر الأساس الدكتور سلام فياض، أو حزيران عام 2010 ووضع حجر الأساس رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض. عشر ثواني سريعا صبايا، بروح علينا السؤال، رح يروح علينا. ايش الإجابة رقم الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة كانت إجابة رقم 1. شوفوا يمكن عم بتبلش توضح النتيجة عنا وعم نعرف مين الفايز في هاي الحلقة، ولكن مع هيك احنا بدنا برضو نكمل في المسابقة ونشوف مين رح يجاوب منكم على أسئلة أكثر. السؤال هلأ برضو رح يكون لإلكم وكمان عن متحف ياسر عرفات، فبدنا نركز منيح. رحتوا على المتحف؟ شفتوا؟ قرأتوا المعلومات؟ هلأ بدنا نشوف معلوماتكم فيه. تم افتتاح متحف ياسر عرفات في يوم 9/2/2012 أو يوم 9/2/2016 أو يوم 9/1/2012 أو يوم 9/1/2016. شو صبايا؟ شو الإجابة الصحيحة؟ شو إجابتكم الصحيحة؟ يلا بنات. بنات أبو بكر الصديق الثانوية معنا 10 ثواني. إجابة رقم 3. يعني برضو كمان مرة خربشنا في السنة. تمام. بدنا نكمل. أشوف طيب بالبسمة هيك شوي على وجهكم، نغير نفسية بركن هيك صار الوضع أطرى شوي. وين الضحكة؟ أشوف. نكمل عن متحف ياسر عرفات، كيف وضعكم بالمعلومات عن المتحف؟ منيحة؟ يلا إن شاء الله خير. التصميم الهندسي لمتحف ياسر عرفات وضعه المهندس الفلسطيني جعفر توقان، سعيد خوري، راسم بدران أو هاني الحسن. شو الإجابة؟ الإجابة رقم 3. أكدتي؟ إجابة رقم 3. الإجابة الصحيحة هي إجابة رقم 1 وهي جعفر توقان. طيب نروح هلأ لباقي الأسئلة. بدي أطلب منكم تركيز أكثر، فكروا بس بدنا إجابة كمان بوقت أسرع. السؤال السادس، بعد رفض واشنطن منح ياسر عرفات تأشيرة دخول لأراضيها لمخاطبة الأمم المتحدة عام 1988، عقدت الجلسة دون حضور ياسر عرفات، نقلت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلستها أو نقلت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلستها من نيويورك إلى جنيف، أو عرضت فرنسا على ياسر عرفات زيارتها ومخاطبة مجلس الشيوخ الفرنسي، أو عقدت الدول العربية مؤتمر قمة وهددت الولايات المتحدة فتراجعت الأخيرة. الجواب رقم 2. برافو برافو، إجابة صحيحة. ممتاز ممتاز، يعني ممكن لسه قدامنا فرصة، قدامنا فرصة صبايا، صبايا القدس. ألغى المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1996 بعض أحكام الميثاق الوطني للمنظمة بسبب رغبة فلسطينية بتحديث الميثاق، معارضة بعض الدول العربية لتلك الأحكام، أو تعارض تلك الأحكام مع رسائل الاعتراف المتبادل بين المنظمة وإسرائيل لإتاحة المجال أمام انضمام تنظيمات إسلامية للمنظمة. جاء
الإجابة رقم 3. وفعلا إجابة صحيحة. ممتاز ممتاز. في قدامنا مجال لسه. لم يحضر الرئيس ياسر عرفات القمة العربية في بيروت في عام 2002 لأن الرئيس اللبناني رفض منح عرفات تأشيرة دخول. قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تحاصر عرفات في رام الله، ياسر عرفات كان منزعجا من الموقف العربي تجاه الانتفاضة. الأردن قرر عدم السماح لعرفات بالمرور في أراضيه. الإجابة رقم 2. نتأكد. وفعلا إجابة صحيحة. بدنا نروح لأسئلة فيديو. الفيديو: استشهاد الطفل فارس عودة البالغ 15 عام في غزة في 8/2/2000، أو استشهاد الطفل فارس عودة البالغ من العمر 15 عام في غزة 8/2/2002، استشهاد الطفل محمد الدرة البالغ 12 عام في غزة 30 أيلول 2000، أو استشهاد الطفل محمد الدرة البالغ 12 عام في غزة 30 أيلول 2002. الإجابة رقم 3. تأكيد. يعني هذا هاي المشاهد اللي أثرت فينا جميعا، وهي المعلومة لازم تكون عند كل فلسطيني وكل عربي أيضا. كمان فيديو. جاهزين؟ الفيديو على الشاشة. خطاب ياسر عرفات في الفيديو كان بمناسبة اغتيال كمال عدوان، اغتيال خليل الوزير أبو جهاد، الخروج من بيروت، أو اغتيال أبو علي إياد. إجابة رقم 2. إجابة رقم 2. إجابة رقم 2. وفعلا إجابة صحيحة. ممتاز. إذا ضلوا على 20 علامة بيكون قدامكم الفرصة إنه نروح كمان لكمان أسئلة. تمام؟ بنات اليمون الثانوية من جنين، فيديو لإلكم وصار على الشاشة. الفيديو عم بظهر مشاهد من الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في 2 يناير 1996، الانتخابات البلدية في 12 نيسان 1976، أو الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية 2 يناير 2000، أو الانتخابات البلدية 12 نيسان 1982. الإجابة رقم 1. إجابة رقم 1. وفعلا برافو، إجابة صحيحة. شوفوا، بدي أكمل أسئلة. تمام؟ بدناش نحكي إشي هلأ، بدنا نكمل أسئلة مع بعض. يلا صبايا بنات فرعون الثانوية من طول كرم، في 29/11/1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 واللي تضمن تقسيم لفلسطين إلى دولتين عربية ويهودية والقدس عاصمة مشتركة، تقسيم لفلسطين إلى دولتين أو تقسيمان لفلسطين إلى دولتين تقييمان اتحاداً اقتصادياً مع الأردن، أو تقسيماً لفلسطين إلى دولتين ونظاماً دولياً خاصاً للقدس، أو تقسيم فلسطين إلى 3 دول: فلسطين وإسرائيل والقدس. الإجابة رقم 3. وفعلاً إجابة صحيحة. ممتاز. سؤال تاريخي: في 22/11/1967 يعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 242، ومن بين ما تضمنه
تتضمن بنوده: الدعوة لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التأكيد على الحاجة لتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين أو الحفاظ على وضع المقدسات الإسلامية والمسيحية، أو الدعوة إلى مفاوضات عربية إسرائيلية بإشراف أمريكي. إجابة رقم 2. إجابة رقم 2، وفعلا إجابة صحيحة. السؤال الأخير، عارفين من هلأ مين اللي تأهل معنا لنصف نهائي؟ بنات اليمون الثانوية من جنين. بس حابين كمان قبل ما نبارك لكم نسألكم هذا السؤال ونختبر معلوماتكم. في 11 من كانون الأول عام 1948 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 194 اللي بيأكد على حق اللاجئين العرب واليهود للعيش بسلام في أوطانهم والتعويض، حق اللاجئين بالتعويض المالي بالأراضي التي تركوها شريطة البقاء في المهجر، حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم والتعويض، أو حق اللاجئين بالعودة وحق اليهود بالهجرة إلى فلسطين. إجابة رقم 3. إجابة رقم 3، برافو. وصلنا لبنات اليمون الثانوية من جنين، هم اللي حصلوا علامات أكثر، صار معهم 30 علامة. للأسف يعني حظ أوفر لبنات فرعون الثانوية من سمكرم وبنات أبو بكر الصديقة الثانوية من القدس. شرفتونا اليوم، وصلتوا مؤسسة ياسر عرفات، وقدرنا أنه إحنا يعني نشوفكم نتعرف عليكم، وعملنا الحلقة السادسة. صحيح يمكن كان في معلومات خاطئة، ولكن حتى يعني المعلومات أو الإجابات تاعتكم كانت هي لأنها دقيقة كتير، أكيد صار في خربشة، ولكن دائما الثقافة الفلسطينية هي أهم إشي وهي رسالتنا إحنا لكل شعوب العالم. يعطيكم ألف عافية، شرفتونا، وهلأ أجل الوقت إنه إحنا نزقف ونبارك لبنات اليمون الثانوية من جنين. يعطيكم ألف عافية صبايا، ألف مبروك لإلكم. وبهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام الحلقة السادسة من مسابقة المعرفة الوطنية. إلى اللقاء.